السلام عليكم ومرحبا بالجميع. نتمنى فيديو اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. وصفتنا اليوم فطائر لذيذه اللي تتوجد دفعه واحده وسهله في التحضير. حاجتنا 375 غرام من الدقيق، تنضيف عليها نص معلقه صغيره من الملحه ومعلقه صغيره من الخميره المجففه ديال الخبز. تنضيف عليها كذلك معلقه كبيره من زيت الزيتون والماء اللي تيكون بحراره المطبخ. الا كان الجو عندكم بارد، مثلا استعملتوا هذه الفطائر وكان عندكم الجو بارد، عملوا الماء دافي. فانا استعملته بحراره المطبخ لان الجو شويه حار. تنضيف دائما الماء على دفعات لان الانواع ديال الدقيق تختلف من حيث الامتصاص ديالها للسوائل. خدات معايا هذه الكميه 250 مللتر من الماء. نجمعوا العجينه ديالنا وندلكوها ما بين 5 حتى 7 دقائق تقريبا. نحصلوا على عجين موحد في القوام ديالو ومتوسط الليونه. ممكن تستعملوا نفس الخطوات الا استعملتوا العجانه الكهربائيه. ندهنوا العجين بالقليل من الزيت ونغطيه ونخليه يرتاح جانبا. ما بغيناش العجينه ديالنا تخمر تماما وانما غير ترتاح بين ما مرينا مباشره باش نوجدوا الحشوه. بمقلاه على نار متوسطه تنوضعوا ما بين 3 حتى 4 معالق كبار من زيت نباتيه وتنوضعوا كل المكونات. غادي نقليوها في نفس الوقت كيف ما غادي تلاحظوا معايا. الحشوه كذلك ما تتاخذش معنا الوقت الكثير. حبه من البصل، استعملت هنا البصله الخضاريه، الحجم ديالها تيكون ما بين متوسط وكبير. وحبه من الفلفل، استعملت الفلفل الاخضر، اي نوع من الفلفل اللي تتوفروا عليه استعملوه او لا اي لون توفرتوا عليه. 250 غرام من الكفته، اللحم المفروم اللي يمكن لكم تعوضوه كذلك بالدجاج. ونخلطوا هذه المكونات جيدا، نوزعهم مع بعضياتهم. نبقاو نخلطوا او نقلبوا من حين الى اخر. تنضيفوا عليهم التوابل، كل من الثوم المجفف، الملح، سكينجبير، البزار والكمون. البزار هو الفلفل الاسود او الابيض اللي توفرتوا عليه. ونخلطوا، تنخليو هذه المكونات حتى يجفوا من السوائل اللي تطلقها لنا اللحم، كذلك الفلفل مع البصله. لاحظوا معايا باش ما تجيناش هاد الحشوه ناشفه، غنضيفوا عليها جوج معالق كبار من صلصه الطماطم او اللي عندكم مركز الطماطم، واحد المعلقه صغيره، وضيفوا عليها واحد شويه ديال الماء. تنخلطوا الكل جيدا وها الحشوه ديالنا واجده. اللي باغي يضيف مثلا الهريسه او الفلفل الحار ممكن كذلك، لكن هاد الفطائر استعملتهم انا خصيصا هنا للوليدات ديال المدرسه، فانتوما ممكن تحضروهم يعني على الموائد ديالكم في اي وقت. تنخليو الحشوه ديالنا تبرد تماما، مباشره بعد ما تبرد نمروا باش نشكلوا الفطائر اللي غادي نحضر معكم اليوم. لاحظوا معايا العجينه ما خمرتش كيف ما قلت لكم، غير تترتاح الوقت اللي نحضروا فيه الحشوه وتبرد لينا. تنستعن بالقليل من الدقيق اللي ترشوا فوق سطح العمل باش ما يلتصقش ليا العجين، كذلك ترشوا عليه شويه لاننا غادي نستعنوا بالنشاب. وكيف ما تلاحظوا معايا العجين تيتبسط بكل سهوله بعد ما ارتاح. استعملت الدلاك، اذا نبسطوا العجين حتى نحصلوا على واحد السمك اللي تيكون رقيق. بحال نحضروا العجينه للفطائر، مسمنات مثلا او لاي فطائر اللي تيكون فيها العجين رقيق. وتندهنوا العجين من الفوق ديالو بالزيت. فكيف ما تنعرفوا الوليدات تيبغيو شويه القرمشه في الفطائر، لهذا استعملت الزيت. وهنا غادي نبدا نقطع العجين الى اشرطه. كيف ما لاحظتوا معايا استعملت يعني بسطت العجين على شكل مستطيل. من بعد نحضروا هاد الاشرطه هادو اللي يكون العرض ديالهم تقريبا ما بين 4 حتى 5 سنتيمترات باش يجيونا فطائر اللي هما مقدودين وشبعيين في نفس الوقت بالنسبه للوليدات ديالنا.
الحشوة غادي نوزع على عدد الأشرطة اللي حضرت، يعني بغيتوهم كبار حاولوا تقسموا الحشوة دائما على قد المستطيلات اللي حضرتو، وإلا استعملتوهم صغار راه أكيد الحشوة ديالكم غادي تقسموها لعدد أكبر. تنعملوها على طول الشريط من الوسط ديالو بلا ما نقيسو الأطراف. لاحظوا معايا الطريقة، الطريقة راها سهلة وعجين اللي ما فيه لا بيض لا حتى شي حاجه. يعني الناس اللي تكون عندهم الحساسيه ديال البيض ممكن يستافدوا من هذه الوصفه. تنقوم بالحشو جميع ديال الاشرطه في نفس الوقت ودفعه واحده باش نكسب الوقت كذلك. بعد الانتهاء مباشره تنجمع الاطراف ديال هذا العجين حول الحشوه مع الضغط جيدا بالاصابع بلا ما نستعنوا لا بما لا بيض. يعني حتى الوليدات اللي عندهم الحساسيه من البيض ممكن نعملوا لهم هاد الفطائر. كونوا اكيدين بان الحشوه ديالكم راه ما غاديش تخرج الا ضغطتوا مزيان. فطائر لأكثر من رائعة والحشوة ديالهم بسيطة وسهلة، كذلك العجين فيه مكونات اللي هي بسيطة وبدون أي تعقيدات. إذا عملت هنا 9 ديال الأشرطة اللي قمت بالحشو ديالهم بشكل تقريبا مقاد باش يجيونا الفطائر بشكل يعني مقاد، الحجم ديالهم يكونوا وحدة قد الأخرى. من بعد تنشكلهم على شكل حلزوني والطرف الاخر سنوضعه في الاسفل. لاحظوا معايا تنضغطوا على هاد الاطراف اللي حنا قرصنا، تنعملوها بالاسفل تجي بالقاعده، تنزولوا الفائض ديال الدقيق ومن بعد تنشكلوها على شكل حلزوني. اللي بغى الفطائر ديالو تخمار يخليها حتى تخمار تماما، يعني تجي فيها واحد شويه ديال البابا. اللي بغاها تجي شويه مقرمشه وخفيفه في نفس الوقت كيف ما تنعرفوا الوليدات تيبغيو هاد الفطائر اللي تيكونوا بحال هكا شويه العجين ديالهم رقيق، فممكن تدخلوهم مباشره للفرن اللي تيكون ساخن مسبقا على الدرجه ديال 180 مشتعل من الاسفل والاعلى. تندهنهم بشويه ديال زيت الزيتون. اللي بغى يدهنهم كذلك بالبيض في هذه المرحله ممكن، وكيف ما قلت لكم اللي بغى يخمرهم يخليهم حتى يخمروا، من بعد دهنهم بشويه ديال البيض ودردروا عليهم شويه ديال مثلا السمسم زنجلان. فكيف ما قلت لكم انا الفطائر هنا غندخلهم مباشره بعد ما دهنتهم بزيت الزيتون، ندخلوهم لمده ديال 18 دقيقه. بعد ما تمر 15 دقيقه نخرجوهم ونضيفوا عليهم الجبن من الاعلى ونخليوه تكراتينا 3 دقائق اللي تبقات لنا وتنقدمهم لكم بالصحه والراحه. الا بغيتوا تخزنوهم فممكن كذلك تخليهم حتى يبردوا تعملهم في البطاط، يعني الوقت اللي تيبغيو الوليدات ديالكم تتعملوا لهم وحيده وديهم مع المدرسه وبالصحه والراحه. وهذا كان اقتراح اليوم. بالسلامه عليكم.